بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan, berupa kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka mereka diberi petunjuk, diberi bimbingan oleh Rabb mereka karena keimanannya. Kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka cahaya, dengan cahaya itu mereka mendapat petunjuk. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.